الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وسحرتوا بيان وصليتوا لربي سبحانه، وان شاء الله هذا النهار يكون مسعود ومبارك علينا وعليكم. كما عودتكم كوم ان ديمونش، بون سي ان ديمونش دونك شويه درت لا غراس ماتيني اي لا قلت لازم نود باسكو ما عنديش الخبز. راح ندير لكم اليوم واحد المنيو، بون شربه عندي. راح ندير لكم واحد المنيو تاع الخبز، خبز الدار، مي راح جو في فيغ ان ميلونج خبز تاع خبز الدار اليوم. دوك تشوفوه في لا روسيت. دونك فوالا اليوم راه شباب شميسه والناس راهي تمشي وتقضي في صوالحها. هاي ليك الحاله كيفاش راهي الدنيا خضره، بيان سور رانا اون بلان برينتون. دونك ارواحوا معايا باسكو عندي اون سوربريز و جي يو ان كادو دو مون بتي فرير، حبيت نوريه لكم. الو هذا هو الكادو تاع مون بتي فرير بور مون انيفيرسير، جاب لي ان روبو الله يعطيه الصحه، بعثه لي ربي يخليه ان شاء الله ويعيشو ويعطيه ويمنيه ان شاء الله. دونك اليوم هذه هي لا سوربريز راح ندير لكم، راني مازال ما خليتوش هذا لي الكيك، دونك راح ان شاء الله ندير لكم الخبز فيه. الو ارواحو تشوفو معايا هذا الخبز اللي راح نديرو. كما نقولو جديد هاوليك اليوم كما راح ندير الخبز راح نستعمل هاد لافوي هاهي في اللول باش نخلط، وبعدا تاع العجين راح نستعمل هذا. فوالا دوكا انايا نغسلو ونجي نوريلكم كيفاش ندير الخبز تاعي. لهاد الخبز الدار واش راح نسحق في اللول؟ راح نسحق لهاد الكيلة تاع سميد، راح انايا كنت راح نديرو غير بسميد، مي راح ندير فيه نطمو نكملو بشوية تاع الفارينة. دونك هكدا كيلة تاع سميد، حتشوفو هنايا راح نخلط كلش مع بعض باسكو راح نستعمل فيه هاد الغوبو. مي نتوما تقدرو تستعملو مام يديكم مام هداك في اللول تحلوه بالبغا ميكسور كيما حبيتو. دونك هنايا مغرفة تاع حليب، مغرفة تاع ماكلة تاع حليب مجفف، وشنو بيان سور مغرفة تاع سكر، مغرفة تاع ماكلة أوسي تاع خميرة تاع بولونجي. هنايا الملح نديرو دو كوتي، مغرفة أوسي تاع الملح دير هاد كوتي. هنايا ندير شوية تاع الساندويتش هكداك واحد المغرفة، منديرش بزاف باسكو وليدي ما يحبش بزاف هاد الزريعة، ندير غير هكدا. واش نزيد؟ نزيد زوج مغارف تاع زيت ومغرفة لولا نخلط بيها هاي ليك، وهادي زوج مغارف تاع ماكلة مغرفة نخلط بيها بولا بوميير فوا، ولا دوزيام نزيدها أبخي كي نعجنها. هاديك ندير حبة تاع البيض، و بيان سور هنايا كاس معمر تاع الحليب زدت فيه هكدا واحد نص كاس تاع فنجال، نص كاس تاع لاتاي تاع ما قلتلكم راهو دافي. فوالا هاديك، ونبدا نخلط لو ميلونج تاعي. دونك نعاود لكم واش درت. درت هنايا كيلة تاع سميد، درت مغرفة تاع ليفور بولونجي، درت مغرفة تاع سكر، مغرفة تاع ملح، شفت مغرفة تاع سانوج، حبة بيض وحبة بيض، ومغرفة تاع حليب مجفف. هنا واش ندير؟ نبدا نضربهم غير بشوية. شوفوا هنايا
هاني ضربته واحد 3 دقائق. واش ندير؟ نحل ونبدا نزيد عليها الفرينه. تكون الفرينه نبدا نكيل كيما هكذا، هاي اللي كلولة، ومن بعد نشوف. نزيد دوزيام بلا نص، نحبها شويه كمان تجيني جاريه. باغ كونطخ هنايا واش راح ندير؟ راح نبدل لو بغا، ندير هاد لو بغا تاع العجين ونبدا نخلط كيما قلتلكم بالعقل، ومن بعد نزيد. هنايا مازالها ليكيد، شوفوا هنا بيان سور نحو هذا اللي في الطرف اللي لاصق، شوفوا مازالت ليكيد. واش ندير؟ نزيد لا ميم شوز، نكمل هذاك النص تاع الفرينه، قلت لكم ونشوف ومن بعد نقول لكم صافي شحال دات لي من الفرينه. نزيد لها شويه واحد النص ونزيد وحده، صافي درت لها زوج. دوك نشوف ونغلق ونعاود لا ميم شوز. شوفوا هنايا هاني عجنتها واحد 5 دقائق، شوفوا كيفاش راح تجي العجينه، هاي ليك تتلاصق إلاستيك. واش ندير هنا؟ خليها تحبط هنايا، عجنتها هكذا ما نعياش فيها. وكيما قلت لكم ماشي شرط يكون عندكم هذا الرغو، فهمتوا؟ هذا يعاون برك سيتو، نقدروا هذه نديروها من بالفوي باليد، ولا نعجنوها شويه باليد ثاني كيف كيف 5 دقائق ولا هي درنا لافير. فوالا هذيك المغرفه تاع الزبده اللي قلت لكم خليتها دكوتي، راني زدتها باش تعاود تخدمها، تخدم لي بيان لاباط. نعاود نغلقها ونزيد باش نخلي الزبده تخلط مع العجينه. هنايا زدت كملت، هاي تخلطت الاخر. واش ندير؟ نطلعها كيما هكذا، نحكم شويه تاع الزيت ولا تاع الزبده باش نحبطها هنايا، شوفوا كيما هكذا. باش نوريكم برك كيفاش راهي العجينه، هايليك شوف هنايا راح تجيني شغل بغيوشي. انا واش ندير؟ نحكم شويه تاع الزيت نطمها ونخليها ونغطيها واحد 5 دقائق لو طون اللي نوجد لو طون اللي نوجد البلاطو اللي راح نديرها فيه، باسكو هنايا درت خبزه. هايليك نخليها كيما هكذا، نغطيها ونعاود نولي لكم لو طون اللي نوجد لو بلاطو اللي راح نديرها فيه. هايليك نغطيها.
هنا هاني جبت بلاطو تاعي، جبت بلاطو شويه مويه، وهنايا درت البابي كويسون دهنتو شويه بالزبده، نحطو هنايا ونجيب العجينه تاعي. انا واش راح ندير؟ راح نحكمو هنا، راح نحمو في هذا العجين، في هذا البابي، قلت لكم غير باش تشوفوا. هنا نجبدو، قلت لكم هذا يخمر خطره وحده، هذا لو طون. شوفوا ديجا النبولات، واش نجي بشويه تاع الزبده نلفتو هاكيك العجينه تاعي، نحطها ديراكتومون ندهن كيما حبيتو بشويه تاع الزبده ولا شويه تاع الزيت. ما انا اللي حبتها تجيني بنينه هاني هكذا، شوفوا غير هكذا، ونحلها فوق هذا ونديرها في البلاطو. حبيتو تجيكم رقيقه رققوها، حبيتو تجيها تجيكم شويه خشينه خشنوها شويه. فوالا ونبدا نحل فيها بهذا الشكل، باسكو راح نديرها في هذا لو غيكونك الصغير تاعي. شوفوا البولات هاك، شوفوا شوفوا تكون هنايا يعني مجففة تاع ولاد الدجاج، راح نديرها خبز دار فيه شويه تاع سميد وشويه تاع الفرينه. نجيب الكعك تاعي نحطها تاع تجي قدها ما تجيش كبيره، شوفوا هنا تزيد تحمر راح تجيني ما شاء الله. انا نحكم حبه تاع ولاد الدجاج نكسرها، نسحق غير لو جون نبارك نجيب البنسو وندهن هنايا. شوفوا حاجه نقولها لكم باش ما يجيكمش ريحه البيض او ميم طون شغل يجيكم هاد الخبز بنين، شوفوا هاد لاستيوس لي راح نعطيها لكم، قطرة تاع مزهر، قطرة تاع صدقوني راح يجي هايل، غير ريحة هاديك المزهر يجيكم كاتو. هاديك نخلط كيما هكدا ونبدا ندهن الوجه. apparemment j'ai récupéré les deux abonnés, je sais pas qui se sont désabonnés, et là apparemment je suis montée encore, j'ai récupéré mes deux abonnés. فوالا كيما قلت لكم ماشي هادي محبة خاطر ماشي تاع بالسيف، اذا ما عجبكمش يا با بروبليم هايديك. ومن بعد انا كوم كيما قلت لكم اللي ديما يحبش بزاف الساندويتش راح ندير دي فاصون هكذا غير من جهه فمثل الخبز تاع البارح، دونك نقدر ندير كيما هكذا بلاش بلايص لي ما فيهم سانوج نعطيلو ياكل منهم. وهذا مكان فوالا. دوكا انا واش ندير هاد البيض ما نسحقوش، واش ندير؟ راح نجيب سربيطه ونغطيها ونخليها تخمر حتى كيدوبلي لو فوليوم تاعها.
الخبز تاعي راهو برد. واش راح ندير انا؟ نسيي نقسمو قدامكم، راهو سخون. بور شانجي ان تي بو على هذاك المطلوع ولا خبز الفور ولا هاوليك، شوفوا الخبز تاعي بون راه جا يشهي، نورمال تاكلوه بالصحة والراحة. هاوليك شوفوا دوك نحطولكم، شوفوا هاوليك مقدم، هاوليك الخبز تاعي تاع خبز الدار. إلا كان شفتوا الوصفة وعجبتكم وخرج لكم كيما خرج لي أنايا يشهي، ماذا بكم تسيوها ونستنى توجور دي كومونتير من عندكم، نستنى توجور دي كومونتير من عندكم، ونقول لكم ابيانتو في اون غوسيت واحده اخرى، ونقول لكم تانيك صحه فطوركم، يا لا بروشين ان شاء الله.